نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات وتخصيص 35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية من 100.